صحيح. على ذكر الميمن، الميمني من أشهر الذين خرجتهم الهند وعرفهم العالم العربي بسبب رحلته إلى العالم العربي وكتابته ونشره في كثير من المجلات. أنت فضلت الشيخ لك جهود في نشر تراث الميمني وجمعه، طبع في مجلدين مجموع مقالاتي وأبحاثي. حدثنا عن الميمني هذا الظاهرة. الأستاذ عبدالعزيز الميمني كان نسيج وحدي، لا يوجد له نظير في القارة الهندية بل ربما في العالم العربي في ذلك الوقت، وكان يحفظ 200,000 بيت شعر. كان سأله الشيخ أبو الحسن الندوي مرة فقال له تقريبا 200,000 بيت، وفي اللسان حوالي 30,000 بيت شعر فقط. هناك شخص آخر يحفظ مثله وهو نعم أيضا زميله والسورتي أبو عبد الله محمد بن يوسف، بل ربما السورتي كان يفوق الميمني في معرفة الحديث والأنساب والرجال وغيره، لأنه كان مهتم بعلوم الحديث أيضا. حقق كتاب الكفاية للخطيب صحيح، لكن ما أخذ شهرة، ولكن ما أخذ شهرة لأنه توفي قديما وعاش بعده الميمني حوالي 30-35 عام ولم يكتب كثير. أنا ما وجدت لي السورة إلا كتاب كتيب صغير أزهار العرب نعم. منتخبات مختارات شعرية، وحقق مجموعة من الكتب وله مقالات. ولما صدر كتاب سمت اللآلي للميمني فكان قرينه فحسده فانتقد في مقال لاذع نشر في مجلة معارف، وغضب الميمن وانبرى له وكتب في 5 حلقات في مجلة برهان، واستخدم فيه كل الأمثال المقذعة بالعربية حتى لا يفهمه أهل الأردية. وقال له أنت بدلا من أن تنتقد بهذا الأسلوب اعمل أنت بدلا من أن تقول له، لأنه هو بدأ مقاله قال له إلا الآن لم ينشر كتاب الكامل للمبرد نشر لائقة، وكتاب سيربي تحتاج إلى خدمة، والبيان والتبيين، والكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، ودائرة المعرفة تنشر أشياء ولكن تفسد أحيانا تصحف وتحرف. هو كان زعلان على كل واحد ولم يستقر في مكان، كان فترة في جامعة ثم في مكان آخر ثم في السورتي. لكن رحمه الله، هو كان بعد وفاته هو دفن في عليكرة، وكان الميمني رحمه الله كان يمر بقبره مع أصحابه يقول له هذا قبر جبل العلم، جبل العلم. كان يعترف له طبعا رحمه الله. فالميمني هو يحكي عن نفسه أنه لما كان جاء من كاتياوار في بلاد جوجرات إلى دلهي للدراسة فما كان يعرف حتى اللغة الوردية، ودرس في مدرسة أهلية، درس 2 سنين وما فهم بالنحو والصرف شيئا. قال هذا لا يفيد، فبدأ أخذ كتاب مختصر في النحو وفي الصرف وحله بالشرح و فهمه في خلال شهر، وبعد ذلك درس على المشايخ هناك، ثم بعد ذلك بالمطالعة والممارسة وبالتنقيب عن المخطوطات والكتب. يعني هو كون نفسه بنفسه بعد اعتماد الله سبحانه وتعالى. جميل جدا. يعني هل كل ما كتبه الميمني نشر أم بقيت هناك أشياء؟ هناك أشياء كان عملها الميمني وإلى الآن لم تنشر ولم توجد له مسودات أيضا. يعني كان ديوان كعب بن مالك، لا كعب بن زهير برواية الأحول أبي العباس الأحول، كان حققه وبعثه إلى دار الكتب المصري للنشر القسم الثقافي فيه. هم في أثنائه كان حققوا الكتاب وبرواية ثعلب، وفي أثناء الصف وصل تحقيق الميمني واستفادوا منه وأضافوا ووعدوا بأنهم ينشرون أيضا رواية الأحول. ثم ضاع الكتاب، لم يوجد إلى الآن. أنا كنت أقول للدكتور الطناحي رحمه الله أنه يبحث عنه لكن لم يجد. وكذلك له هذه نوادر مذكراته التي سجل فيها نفائس المخطوطات، هذه لم تنشر بتمامها. وله أيضا هو يشير في كتابه أبو العلاء وما إليه نظرة في النجوم من اللزوم على كتاب المعري، على كتاب المعري اللزوميات لزوم عليه. هذا أيضا لم يوجد. وكان في أول حياته كان عمل معجما للأمثال السائرة والأيام الدائرة والبنين والبنات والآباء والأمهات، فهذا إذا لم يوجد. يقول تلميذه السيد محمد يوسف هو من أنجب تلاميذه أنه يقول هذه تفرقت منه بطاقات فضاعت وبعد ذلك لم يستطع. كيف كانت علاقاته بالمستشرقين أو بأهل العلم من الدول العربية؟ هو كان بعض المستشرقين أصدقاء له مثل كرنكو سالم الكرنكوي الذي أسلم، وكذلك هذا المستشرق الروسي كراتشكوفسكي كان أيضا صديق له، وكان يكاتب بعض المستشرقين. لكن أغلب المستشرقين الذين وجدهم أو الذين كانوا جاءوا إلى جامعة أليكرة ويدرسون مثل مرجوليوث، فكان لا يثق به، يقول هؤلاء من ضعفاء المستشرقين لا يعرفون في العربية شيئا.
وكان يقول مارجوليوس بدلا من مارجوليوس ينتقي مارغولي يعني يرميه بالرصاص لا تثق به. وكان نشر المارجوليوس معجم الأدباء في 7 مجلدات صحيح. فكان منها المجلد الرابع والسابع ليس من أصل الكتاب، ألحقه لما وجد في نسخة في حلب وفي مكان آخر، لأنه ليس من تاليف ياقوت المختصر أو من المختصر أو واحد قلد أسلوبه وعمل هذا المجلد وبعد ذلك هذا ظنه من كتاب ياقوت. فالميمني كان في مكتبته لا يضع هذين المجلدين مع معجم يخليه برا. كان شديدا دخل في معجم الأدباء في طبعة إحسان عباس وفي طبعة إحسان عباس وجميع الطبعات فيها جميع هذه الأجزاء 7 بتمامها بهذا الشكل. وأنا وجدت نسخة في إيران في مكتبة طهران الملي فيها مجلد كبير في حرف العين، وهذا يكمل كثير من النقص الموجود فيه، لكن هذا لم يستفد منه حتى الآن. والفهرس بالفارسية فلم يستفيد منه. عجيب. هذه فائدته للاطلاع على اللغات. صحيح. أنا كيف عرفت نسخة من المواعظ لأبي عبيد؟ قرأت بحثا لأحد المستشرقين أو أحد اليهود اسمه كيستر أي الذي انتقد هذا محمود نعم شاكر نعم. في توقعات حول الشعراء نعم. فهو مين كيستر؟ فهو اعتمد على نسخة مخطوطة من الكتاب في الجامعة العبرية، فطلبت بواسطة أحد الإخوة وجاني في القدس ووجدت ما شاء الله أقام الكتاب كله رتبه وصحه. عجيب. الميمني هل كانت بينه وبين بعض أهل عصره خصومات أو مواقف؟ الميمني كان رجلا هاديا ما كان له خصومة إلا بينه وبين الصورة هذا الذي حصل، وإلا هو عادة هادي. لما جاء إلى جامعة عليكرة نصحه القائمون عليها أنه لا يثير هنا مسائل فقهية ومناقشات وكذا، أنت يبتعد عن هذه، فهو كان على هذا المنهج طوال حياته. كيف كان رأيه في أهل في يعني أدباء مصر وفي علماء مصر والشام؟ هو العالم العربي هل كان يعترف لهم؟ يعترف له لما نشر له كتاب أبو العلاء وما إليه، وكانت مقالاته كانت نشرت في مجلة الزهراء. نعم. ومن ذلك الوقت كان نشر. لا أقصد هو كيف كان رأيه فيهم؟ أما هو أما فأكيد يعني. هو أحمد شاكر كتب في أبي العلاء. هو بعض الأدباء الكبار والمشهورين منهم مثل محب الدين الخطيب كان صديق له. كذلك أحمد أمين يثق فيه، لكن بعض المحتسين والآخرين يعني ما كان يثق فيهم. ولكن كان يقول للأستاذ أبي الحسن الندوي أنت تكتب بأسلوب جميل، ويعني هذا الأسلوب طيب، يعني كتابتك جميلة مؤثرة. فكان هو ما كان ينفر من الأسلوب الحديث، إنما إذا كان خالف العربية وخالف الأسلوب الفصيح فهو الذي كان يخالف، على عكس الأستاذ مسعود الندوي. الأستاذ مسعود الندوي كان ينظر إلى أي أديب أنه فكره كيف فكره قبل أسلوبه. فهو كان يعترف بالأمير البيان شكيب أرسلان أو مصطفى صادق الرافعي مصطفى لطفي منفلوطي وآخرون من الكبار الكتاب والأدباء. أما الآخرون من المتأخرين مثل طه حسين وغيرهم ما كان يعترف له، بل هو يقول هذا أسلوب المحدثين هذا.